السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. ملي كنتي او بيان كنتو اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى ديال الطبخ والوصفات الطبيعيه، مرحبا بكم في قناتي. وما تنساونيش البنات الدعم ديالكم واللايكات، وما تخلوش عليا بالبارطاج. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حريشات صحيين بالشوفان والسميده، شي هو منهم. كيجيو لذاد هشاش ورطبين وصحيين بزاف، بمكونات كلها صحيه، تحضروها للفطور وبين الكوتي، ساهلين في التحضير، توجدهم غير في 5 دقائق. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنبغي نشكر اي وحده كتاخد من وقتها وكتكتب لي تعليق، مرحبا باقتراحاتكم. وان شاء الله في قناتي غنشارك معكم غير الوصفات الصحيين الخاليين من المواد الضاره للجسم ديالنا، وصفات كتقوي المناعه. وما تبخلوش عليا حتى نتوما باللايكات ديالكم والبارطاج. ودابا ندوز نعرفكم على المكونات. بالنسبه للمقادير ديال الحريشات بالشوفان، غنحتاجو 2 كيسان كبار ديال السميده الرقيقه، السميده الخاصه بالحرشه، كاس ديال الشوفان او الخرطال وبيان فلوكون دافوان لي طحنتو مزيان، كاس ديال الماء. وغنحتاج كذلك خماره ما يعادل 8 غرام، شويه ديال الملحه، سكر ديال التمر ممكن تعوضوه بسنيده، ربع كاس ديال زيت الزيتون وبيان زيت العود. ودابا نخليكم مع الوصفه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. على بركه الله نبداو في تحضير الحريشات. في واحد الاناء كندير 2 كيسان ديال السميده الرقيقه، كنضيف لهم شويه ديال الملحه، كنضيف ملعقه كبيره ديال سكر التمر، ممكن تعوضوه البنات بسنيده، كنضيف خماره ما يعادل 8 غرام، حريشات ساهلين بزاف توجدهم غير 5 دقائق. كنمزج النواشف مزيان، كنضيف 1/4 كاس ديال زيت الزيتون وبيان زيت العود، ممكن تعوضوها بالزيت العاديه البنات، وبيان زبده الحيوانيه. كنبسبس مزيان، كنحاول نجيب لكم وصفات سهلين الكوتي وبيان الفطور، دغيا تيوجدو ما تيخمروش. كيجيو هشاش ورطبين وبنان وصحيين. كنضيف كاس ديال الشوفان اللي طحنتو وبين الخرطه،
كنخدم مزيان الشوفان مع السميده والمكونات. من بعد ما بسبستها مزيان كنضيف الماء، كنضيف الكاس الاول ديال الماء، ما دافي كنضيف الكاس الثاني ديال الماء حيت عندي السميده كتشرب. بالنسبه للماء عندكم ميزانكم البنات، ولا البنات الحريشه ديالي واجده، غنخليها غير تشرب شويه، تشرب ليا السميده والشوفان الماء ونرجع لكم نشكلوها وغنفندها في شويه ديال الرقائق ديال الشوفان. هي البنات الحريشه ديالي واجده، خاص تجي على هذا القوام. كنفندها في رقائق ديال الشوفان، كنشكلها على هذا الشكل، كتجي بنينه ولذيذه وحشيشه. تحضروها لوليداتكم للفطور وبيان لكوتي. وكنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. كاين ما احسن من الحويجات ديال الدار مصايبين على يدينا. غنكمل الكميه اللي عندي ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم.
الا بغيتو كميه كثيره ضعفوا المقادير. بالنسبه لهاد الكميه كتعطيني 8 ديال الحبات. هما البنات الحريشات ديالي من بعد ما شكلتهم كنديرهم على عافيه مهيله حتى تهبوا ليا من التحت، ابغي تنقلبهم الجهه الثانيه. فوالا البنات الحريشات ديالي من بعد ما طابوا من التحت تنقلبهم. ولا البنات الحريشات ديالي كيجيو على هاد اللون البنات محمرين، كيجيو بنان وهشاش ورطبين وساهلين في التحضير. تحضروهم الكوتي وبين الفطور. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحريشات وانا متاكده غيعجبكم المذاق ديالها، خصوصا صحيين. تحضروهم الكوتي وبين الفطور. وميعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايه باذن الله. واللي جربت الوصفه ما تنسانيش الدعم ديالها وتخلي ليا لايك وشي تعليق زوين باش تزيد تحمسني ان شاء الله نحط لكم الجديد. وميعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايين باذن الله. السلام عليكم البنات.